يا بهية ما بتاخي سعدية وينكم؟ جينا ستي جينا يا عمي جينا. تعالوا خذوا من ايدي خذوا. الله يرضى عليكم. تعملوا غدا مرتب وما بتخلوا مرت عمي تطلع من هون بدون ما تاكلها. لا تاكلهم من الناحية يو. وتوصاية خاصة نص من اخي عمر كنت تستقبلوها احلى استقبال. يلا انا رايح لعند عمتي مسالة مشان تيجي تساعدكم. بدكم شيء لازمكم شيء؟ لا سلامتك ورح نقوم بالواجب ان شاء الله. الله معك ابن عمي. يلا السلام عليكم. الله معك. وينك من عجل قد ما فينا مشان لما تجي ام المخبز يكون الاكل جاهز. ان شاء الله عمتي ام صادق ما بطول مشان تساعدنا كمان. يوه ليش نحن شبنا هلا بعملت هيك بعمل لك احلى غدا ما حصل. قصدي بتشهشن معنا وبتونسنا بوجود مرت عمي ام راشد. يلا خفيه وبلشي بالمقلي يعني بما اطبخ لك. يلا على عيني مرت عمي.